النبي صلى الله عليه وسلم ما إبل من أبو سفيان لا اعتذار ولا إنه مندد الصلح، وإنما توجه لعائشة وقال لها حضري إلي لباس الحرب. بدنا اليوم نتكلم عن حدث عظيم جدا غير مجرى التاريخ، حدث مر في مثل هذه الأيام في شهر رمضان. هذا الحدث كانت بدايته صلح أو معاهدة، ونتكلم عن صلح أو معاهدة، يعني في عندك طرفين، في عندك بنود وشروط الطرفين بده يلتزموا فيها. كان هذا الصلح الطرف الأول في محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الطرف الثاني قريش، وعرف هذا الصلح أو هذه المعاهدة بصلح الحديبية. وكان في بند من البنود في صلح الحديبية بأنه من أراد الدخول في حلف محمد فله ذلك، ومن أراد الدخول في حلف قريش فله أيضا ذلك. وكان هناك قبيلتين، قبيلة خزاعة وعندها قبيلة بنو بكر، فبنو بكر دخلت في حلف قريش، أما قبيلة خزاعة فدخلت في حلف محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كان بين هدول القبيلتين خزاعة وبنو بكر ثارات وحروب مستمرة قبل الإسلام وقبل معاهدة صلح الحديبية، ولكن لما دخلت قبيلة بنو بكر وخزاعة في الحلف أصبح عندهم التزامات ممنوع يتعدوها ولا يتعدوا على بعض التزاما بالصلح. فإذا بنو بكر اعتدت على خزاعة بمثابة اعتدت على المسلمين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا خزاعة اعتدت على بني بكر تعتبر بأن خزاعة اعتدت على قريش مش على بنو بكر بذاتها. ولكن بنو بكر ما استطاعت إنها تصبر على هذا الاتفاق وعلى صلح الحديبية، فبعد 3 سنوات من صلح الحديبية قعدت تفكر كيفية الانتقام من خزاعة، كيف تعمل وتنزل على خزاعة تقتيل بنسائها وأطفالها ورجالها. فخرجت في يوم من الأيام في ظلمة الليل على وجه الفجر، ودخلت على خزاعة الآمنة مطمئنة. خزاعة كانت حافظة العهد وحافظة لذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بنو بكر هجموا على خزاعة وقتلوا فيهم، وقتلوا من نسائهم وأطفالهم ومن رجالهم. فما كان خزاعة إلا أن لجأت إلى البيت الحرم. نعرف إنه الحرم له حرمة، اللي بدخل داخل الحرم ممنوع يقتل أو تسفك الدماء داخل الحرم. لجأت خزاعة على الحرم لعل إنه بني بكر تعمل حرمة وتعمل حساب لحرمة البيت الحرم، ولكن بنو بكر قتلوا من خزاعة في أرض الحرم وبدعم من قريش وعلى مرأة من قريش، ودعمتها قريش بالمال والسلاح. فما كان من خزاعة إلى ما خرج وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم حلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وأول ما وصل على النبي وهو في المسجد بين الرجال وبين المسلمين هو عمرو بن سالم، وألقى بيوتشع العرى الرسول صلى الله عليه وسلم يصف له الأحداث وكيف قتلوا على يد بني بكر وكيف قريش أمدتهم بالسلاح والمال. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لعمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم. فشعرت قريش بخطورة الوضع وبخطورة الأمر، فخرج أبو سفيان بذاته، رأس قريش أبو سفيان، فخرج إلى المدينة المنورة ليفاوض محمد صلى الله عليه وسلم ويعتذر للرسول عما فعلت بنو بكر، ويطلب منه تمديد صلح الحديبية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل ولم يأبه بأبي سفيان، ولم يقبل له عذر، بل توجه إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها بأن تجهز له ثياب الحرب. وبدأ تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ب10,000 فارس، ففتحوا مكة ردا على قريش لدعمها لبني بكر وعلى بني بكر التي قتلت من خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يعقد مؤتمرات طارئة كما نراها اليوم من الحكام، مؤتمرات في حقيقتها مؤامرات، مؤتمرات لا ترد حقا ولا تنصر مظلوما ولا تحرر أرضا، مؤتمرات بحقيقتها مؤامرات. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تكون النصرة للمستضعفين وللمؤمنين.